انت رابع مره دي ولا كم مره؟ انا معاك اصل حبيتش الموضوع قوي. لكيت للمره الرابعه مع كروان مشاكل. انا يا كروان ازاي؟ اهلا وسهلا يا استاذ سالي، عامله ايه، اخبار حضرتك؟ رحت لهم تاني عشان ياخدوا هدومك ويضربوك تاني. انت عامل مشاكل في كل حته يا كروان. بطلناها يا استاذ سالي والله. انت عامله ايه؟ نعم والله كنت في الساحل كده بخير اكواء، بس الساحل خالي قوي. ازازه الميه ب 500 و 600 فاصل. صرفت 100,000 جنيه على ما فيش يومين. خلف، انت بتكذب يا خلف. طبعا مش في رحله، خليك فرنسي. العربيه عدت مني 50 مره والله يا استاذه سالي. عين عين عين، معلش. انت جايبها منين ولا شاريها منين يا كروان؟ والله اشتريتها من واحد صاحبي ابو ايمن. ايه ده، هو ايمن ابو ايمن بقى بيشتغل في العربيات؟ لا، ابو ايمن انت واحد صاحبي، مش ابو ايمن التاني. مين دول؟ ما انا مش عارف، فقعت عين ولا سبب رئيسي؟ مش عارف، حظي وحش ولا غباء من الاخرين؟ ما العين رشقت الحقن. انت معايا؟ انت شايف انت محسود؟ كله بيبص لي. معجبين بيا قوي. انت حاسس ان انت نجمك رجع تاني وكده؟ نجمي وشوقي واعلامي يا استاذ ساري، كل حاجه رجعت زي الاول. الواد ده ما بيتكلم بيجي لي زغلله مش طبيعيه. سر حبي في الابيض عشان انا بحب اللون الفواتح، تمام؟ فانت عسول قوي يا استاذ سالي. ايه عادي عادي، وبعدين ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. يا ريتها كبركت عليك وهي بتخلفك. ترمعت. يعني انا سمعت ان كذا حد في بينك وبينه مشكله ومحاضر وحاجات كده، ايه الموضوع؟ وانا من ضمنيهم على فكره. اللي انت بتقولي ما بنقولش كده يا استاذ سالي. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ الاستاذه الفنانه بتريه طارق. الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. كان عندها 50 واحد، فلما طبعا تعمل مشكله هيبقى عندها 1000، فهي حبت تاخد ريتش عليا بس. روح، ربنا يفتح لك الابواب المغلقه. مشكله سببها ايه؟ ومشكله ان انا كنت توصلتها بالتوك توك، دفعت 3.5 جنيه، فانا بقول لها ما ينفعش ادفعي 5 جنيه. رحت قلت لها والحوار خلص، ركعت الحوار تاني بتقول لي انت عاوز تاخد لقطه. قلت لها هاخد منك انت لقطه، نشهر مني. انت لو كنا فهمنا، انما اللغه دي انا مش فاهم حاجه خالص. دفعت 3.5 جنيه، في فنان يدفع 3.5 جنيه في توك توك؟ عجبك المرمطه اللي انت مرمطها لنا في الويك اند دي؟ مش التوك توك لما بتركبيه بيحشتكك ويشخلك اخاني حلو يا حلو وبستي؟ مش معقول، يخرب بيتك، انت بتجيب الكلام ده منين؟ حتى لو طلبت ايد مروه ممثله هي معانا في الحفله، اكب حالك؟ اكب حالك؟ روح يا ناتشيلي مروه. ميرسي يا توأم روحي. يلا ناتشيا. فانا كنت طالب اتعب الحلال، قاتل الفكره بس. شفت واختاني الاماني لحد فين؟ هي مش هتلاقي احسن مني طبعا، مش شكرانيه في نفسي، بس هي دي حقيقه. صح صح. ناتشيا معلش يا ابراهيم. ايه ده؟ معلش يا ابراهيم. طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه ليه؟ لكن انا بحبها عامه. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم. طب وانت اخر اعمالك الفنيه ايه دلوقتي يا كروان؟ اخر اعمالي في مسلسل بيتصور في الامارات وماشي على الامارات بعد اسبوعين. بطولة مين المسلسل؟ بطولة محمد رمضان وبطولتي كروان مشاكل. ده اللي كنت قلقان منه من زمان. ايه ده، هو محمد رمضان هيصور مسلسل؟ هنصور مسلسل كفر العمده القص الثالث. احي احي. مين اللي قال الكلام ده كروان؟ انا اللي بقول. هو انا هخبى على حضرتك ليه؟ اصل الفنان محمد رمضان ما صرحش بده. لا هو ما لسه عشان العين برضه بس. انتوا خايفين من العين يعني؟ لكن احنا هنصار محمد رمضان اخويا عامه يعني. بس يا بابا. في اخاني بعمل استوديو، ان شاء الله بنشئ استوديو واللي كان شتيت. انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام.